ثم بعد الحرب العالميه الثانيه قال لك طالما احنا بنسرق بعض وبنقلب موارد بعض، طب ما تيجي بدل ما نسرق بعض نتعاون مع بعض، نخلق ما بيننا وما بين بعض مصالح ايه مشتركه وتجاره وتبادل دولي، فنجبر بعض ان احنا اصلا ما نتحاربش. يعني انت عايز مني حاجه خدها بالحب، عايز مني حاجه ناخدها بالاتفاق، نعمل تجاره ونعمل استيراد وايه تصديق، بدل ما تاخدها مني بالقوه خلي في مصالح مشتركه. فلما يبقى في ما بيننا مصالح مشتركه ويبقى في فاكرين التخصص بتاع الميزه التنافسيه اللي هو انت بتتخصص في حاجه وانا اتخصص في حاجه ونبدل ايه مع بعض، فعمري ما هفكر احاربك ولا انت هتفكر تحاربني، لان احنا الاثنين بقينا محتاجين لبعض، اقتصادنا قايم على بعض. طب ما تيجي ننظم الدنيا اكتر، قال لك ما تيجي نعمل منظمات دوليه. طبعا اهم منظمه في العالم هي مين؟ يونايتد نيشن، تمام؟ بس طبعا ده ما يمنعش ان في منظمات ثانيه مهمه ومنظمات اقتصاديه، وبالتالي اسم التشابتر بتاعنا هو الانترناشونال ايكونوميك اورجانيزيشن. ليها صفه ان هي المنظمات يلا الدوليه الاقتصاديه، تمام؟ هنتكلم على ثلاث افكار رئيسيه، اولهم الانترناشونال مونيتري فوند اللي هو مين؟ صندوق النقد الدولي، تمام؟ ده اللي مرقعنا ومسففنا التراب، ده اللي سلفنا 12 مليار وبسببه حط علينا شروط كتير جدا، منهم تعويم الجنيه، منهم ان انت تقلل العماله وتقلل الموظفين في القطاع العام، يعني الموظفين في القطاع العام في مصر كانوا واصلين ل 6 و7 مليون بيقلوا دلوقتي. التارجت ان هم يبقى 2 مليون بعد ما كانوا ايه؟ كاسرين ال 5 6 مليون، تمام؟ شيل الدعم، البنزين كان مدعم، حاجات كتيرة جدا كانت مدعمة، بيشيل ايه؟ الدعم، وبالتالي تلاقي البنزين بعد ما كان رخيص البنزين ايه؟ غير، تمام؟ المهم الاي ام اف هدفه ووظيفته انه بيدي قروض للدول اللي محتاجة سواء دول متقدمة او دول عادية، يعني مش بس بيسلف الدول الفقيرة، لا كمان بيسلف الدول الايه؟ الغنية، ولكن بيتدخل في الاقتصاد بتاعك بحيث انه يخلي دول العالم كلها بتطبق نفس السياسات. فيبقى دول العالم فيما بينها هارموني او فيما بينها تشابه، فالدول العالم تقدر تتعاون ايه؟ مع بعض، مش كل دوله ماشيه بنظام، لا الاي ام اف عايز يفرض النظام بتاعه على ايه؟ على العالم كله، احسن العالم كله يبقى متناغم ويقدروا يتعاونوا ايه؟ مع بعض، ماشي؟ تاني حاجه اسمها الورلد بانك، الورلد بانك يعني ايه اسمه يلا؟ البنك الدولي، هدفه الرئيسي اعمار واعاده اعمار الدول اللي اتدمرت في الحرب العالميه الثانيه، هو اتعمل عشان كده، معظم الدول الحرب العالميه الثانيه كانت خارجه مفرومه ومتدمره ومتساويه بالارض. فهو هدفه يدي قروض للدول دي عشان تعيد بناء الدول وبناء المصانع وبناء الاقتصاد. حتى اسمه World Bank of Reconstruction، يعني ايه Reconstruction؟ لاعاده الاعمار and development، هو اسمه كده، اسمه بالكامل يعني. يعني البنك الدولي لاعاده الاعمار والتنميه، بس اختصارا بنقول عليه World Bank، تمام؟ واخيرا هنتكلم على حاجه اسمها الجات ومين يلا؟ والWorld Trade Organization. سؤال كده ذكاء سريع ممكن يجينا في امتحان، هل الجات منظمه دوليه؟ غلط، امال الجات دي كانت ايه؟ اتفاقيه. مفاوضات واتفاقيات، عبارة عن مفاوضات واتفاقيات. وجت فضلت شغالة من بعد الحرب العالمية الثانية لغاية سنة 95. نجحت ولا فشلت؟ تعتبر فشل، لأن معظم دول العالم ما انضمتش ليها، والاتفاقيات دي ما كملتش، يعني معظمها كانت مفاوضات واتفاقيات بسيطة، مش كل الدول وقعت ومش كل الدول مضت على الاتفاق، وبالتالي ما نجحتش قوي. مين اللي حل محلها بقى ونجح؟ World Trade Organization. طب الورلد تريد اورجانيزيشن منظمه ولا اتفاقيه؟ من اسمها الورلد تريد اورجانيزيشن منظمه. الورلد تريد اورجانيزيشن منظمه التجاره العالميه خدت الافكار اللي كانت بتتقال في الجات في المفاوضات بتاعت الجات، تمام؟ اللي هي اهم فكره فيها هي ايه؟ تحرير التجاره، تمام؟ وفتح الاسواق. وخدت الفكره دي وعملت منظمه ليها دول اعضاء، وصلوا النهارده لغايه 190 دوله، تمام؟ في اخر دوله انضمت لهم في نوفمبر 2020، دلوقتي عددهم 190 دوله، يعني معظم دول العالم تقريبا، وكل وقت يقعدوا يتعملوا اتفاقيات، طول الوقت يعملوا اتفاقيات، طول الوقت يعملوا اتفاقيات، هدفهم الرئيسي هو تحرير الايه؟ التجاره في العالم، ماشي؟ نمسك الاي ام اف، هو اهم موضوع عندنا النهارده، هو هياخد مننا من الثلاث صبح اصلا صفحتين، ماشي؟ الباقي يعني كلام سهل ولعب عيال. يلا نتكلم على الاي ام اف، الاي ام اف يعني يلا؟ انترناشونال مونيتري فاند. طب فاند يعني ايه؟ يعني تمويل او صندوق. تمويل او، وهنا بمعنى صندوق، ممكن تجي لنا فاند عادي في وسط الدرس بمعنى تمويل او فلوس. تمام؟ نتكلم على اول حاجه، الاي ام اف اتعمل اكيد له اهداف، اكيد له اغراض. هدفك ايه يا عم الحاج؟ ان احنا نعمل البنك هدفه ايه؟ الناس بتروح تحط فلوسها فين؟ في البنك، وبعد ما تحط فلوسها في البنك، ده اللي مش عارف يشغل فلوسه، يروح يحط فلوسه في البنك وياخد عليها ايه؟ فوائد. طب في واحد تاني مستثمر
وعنده فكره مشروع بس معهوش فلوس، يجيب فلوس منين؟ يروح ياخد كارد من البنك، تمام؟ ففي ناس معاها فلوس فائض تروح تحطها في البنك، في ناس العكس معهاش ايه؟ فلوس وعندها افكار وعندها مشاريع فتروح تستلف من البنك. فالاي ام اف ده عباره عن بنك اتعامل معانا انه بنك، هو اسمه صندوق النادي الدولي بس هو فكره البنك. الدول العالم كلها بتجمع فلوس من بعض كانه اشتراكات كده عشان تشترك في صندوق النادي الدولي، بتدفع 250 الف دولار على الاقل، تمام؟ بعد ما تشترك في صندوق النادي الدولي فكده هنلم فلوس، نلم فلوس، نلم فلوس من كل الدول اللي هي الاعضاء. بعد كده بقى الدول الفقيره او الدول المحتاجه سواء كانت دول غنيه او دول فقيره تروح تستلف من مين؟ من الاي ام اف للدوله الوطن، ولا هترجع زي الفوائد؟ هترجع زي الفوائد بس تبقى فوائد قليله جدا، ساعات تبقى 1% 2% 3%، بس مقابل كده الاي ام اف بيتدخل في الاقتصاد بتاعك وبيفرض عليك حاجات كتير جدا زي ما عمل فينا في مصر، خلانا نعوم الجنيه، خلانا نشيل الدعم، عمل فينا حاجات كتير جدا زي اي دوله بيسلفها. فالاي ام اف ظاهريا انا جاي اساعدك، لكن عمليا على ارض الواقع لا، هو بيتحكم في الاقتصاد بتاعك عشان يخلي دول العالم كلها شبه بعض، تمام؟ بشكل او باخر يعني، طبعا لمصلحه الدول العظمى يعني. طيب نتكلم عن الاغراض، يلا. ايه الهدف بتاع الاي ام اف؟ يلا اول حاجه بروموت انترناشونال مونيتري كوبريشن. بروموت يلا يعني ايه انترناشونال مونيتري كوبريشن؟ ادعم التعاون الايه؟ النقدي ما بين دول العالم، بدل ما كل دوله تبقى مع نفسها، لا نتعاون مع بعض. بدل ما كل دوله في العالم عندها عمله، نهتم بثلاث اربع خمس عملات، الخمس عملات دول هم اهم عملات، هم اللي نتعامل ايه؟ بيهم، زي على راسهم طبعا الدولار واليورو. فهنا احنا بننسق التعاون ما بين دول العالم في الايه؟ في الفلوس، تمام؟ انترناشونال مونيتري كوبريشن. اثنين فاسيليتيت وبروموت. فاسيليتيت يلا، يعني انا عايزك انت تتعامل في البيربزز، تتعامل بالفيربس. الاي ام اف بيسهل الجراث اوف انترناشونال تريد، عايز يكبر التجاره الدوليه. ليه؟ عشان ما نرجعش للحروب، خلي الدول تتعاون مع بعض اكتر والتاجر مع بعض اكتر، فانت محتاجني وانا محتاجك فما نحاربش بعض، ماشي؟ طيب اللي بعده بروموت ثلاث حاجات. بروموت ايه يلا؟ employment, real income, productive resource. صندوق النادي الدولي هنا بيساعد دول العالم ان هي تعمل ايه يلا؟ تجاره. هسلف البلد دي واسلف البلد دي واسلف البلد دي، فكل الدول تعمل مشاريع وتعمل مصانع. لما الدول تعمل مشاريع وتعمل مصانع كل واحد هيغطي السوق ايه؟ المحلي، والفائض يحصل بيه ايه؟ تجاره. طب لما انا اسلفك وتعمل مشاريع كتير ايه اللي هيحصل؟ انا كده بساعدك كدوله، خلاص؟ ان انت تقدر كدوله تعمل مشاريع، ايه اللي هيحصل عندك؟ ايه اللي هيزيد فرص العمل؟ وايه كمان هيزيد؟ فرص العمل، العمال هيخش لهم فلوس، هيبقى معاهم فلوس، تمام؟ فيشتروا، وبالتالي انا كده بطور البرودكتيف ايه؟ ريسورس، يعني بطور الانتاج في الدوله، تمام؟ يبقى انا كده كصندوق النادي الدولي ساعدتك في ان انت عامل سهمي فوق هاي امبلويمنت هاي انكم وهاي ايه؟ ريسورس، تمام؟ ساعدتك في الثلاث حاجات دول لانك ساعدتك انك تعمل مشاريع، ماشي؟ طيب اللي بعده صندوق النادي الدولي رقم ثلاثه بروموت وافويد. بروموت يلا وافويد. بروموت يعني انا عايز اعمل حاجه، يعني ادعم حاجه، اوصل لحاجه، وافويد اتجنب حاجه ثانيه، تمام؟ بروموت الفوركس استابيليتي. يعني ايه فوركس؟ فورين اكسشينج ريت، عايز يضمن استقرار في صرف سعر العمله، تمام؟ طبعا العمله بتغلى وبترخص، خصوصا احنا في الوقت ماشيين بنظام الفيكسد ولا فليكسبل؟ فليكسبل. بس مثلا النهارده الدولار بكام؟ ب 15 جنيه و70 قرش، تيجي بعدها بيومين تلاقيه ب 15 جنيه 75 قرش، تيجي بعدها بشهر تلاقيه ب 15 جنيه تمام و80 قرش، فسعره بيزيد وبيقل، بس بيزيد وبيقل حاجه ايه؟ بسيطه، ففي الى حد ما نوع من الاستقرار النسبي، تمام؟ وبالتالي زمان كانت دول العالم كلها ماشيه بنظام فيكسد، وكل واحد بيحط السعر اللي على مزاجه ويقعد يتلاعب في الاسعار بمزاجه، كل حكومه نظام الفيكسد. مين اللي كان بيتحكم في السعر؟ الحكومه، البنك المركزي هو اللي كان بيتحكم في السعر، تمام؟ هنا الاي ام اف يقول لك لا لا لا، احنا عايزين نعمل نظام عالمي كلنا مربوطين ببعض، بورصه عالميه، سيستم عالمي كلنا مربوطين ببعض، ويكون النظام ده فيه نوع من انواع يلا الاستقرار، استقرار في سعر الايه؟ صرف العملات، تمام؟ يبقى انا عايز اضمن الفوركس ستابيليتي. فوركس يلا نقولها بصيغه ثانيه، مينتين اوردر. مينتين يلا اوردر، تمام؟ طب اللي بعده انا عايز اتجنب حاجه خطيره جدا شرحناها امبارح، تمام؟ واكتر دوله بتستخدمها هي الصين. عايز اتجنب ايه؟ افويد كومبيتيتيف اكسشينج ديبريشيشن. ركز معايا في الجمله دي قوي، افويد ايه يلا؟ كومبيتيتيف اكسشينج ديبريشيشن. انا عايز اتجنب ده. طب ما نفهم ده ايه الاول عشان نتجنبه. ديبريشيشن يعني ايه؟ بزود سعر العمله ولا بقللها؟ بقللها، تمام؟ عشان ابقى عندي اكثر تنافسيه، يبقى هي معناها تقليل سعر العمله او سعر الصرف من اجل التنافسيه. فمثلا اكثر دوله في العالم بتتعمد ان هي تقلل في سعر عملتها عشان تخلي منتجاتها رخيصه فتبيع كتير، فتبيع كتير، خلاص؟ انت لو عملتك غاليه يبقى منتجاتك غاليه، لا انا هخلي عملتي رخيصه فبالتالي المنتجات بتاعتي في نظرك تبقى منتجات رخيصه وسعرها حلو،
تمام؟ وبالتالي تشتري مني اكتر. اكتر دوله في العالم بتعمل ده وبتتلاعب في سعر عملتها، مع انها بتدعي ما بتعملش كده، بس بتعمل كده فعلا، خلاص، هي الصين. ماشي؟ وبالتالي تعالى نفتكر المثال بتاع امبارح، يلا. كنا اتكلمنا عليه امبارح في الاكستشينج ريت، كان موجود في الدرس. هنفترض ان الدولار كان بجنيه، الدولار يلا بجنيه، خلاص. وعندنا قلم رصاص في مصر بيتباع بجنيه، هيقوم يلا واحد امريكي عايز يشتري قلم رصاص المصري، هيعمل ايه؟ يحول الدولار لجنيه فيشتري منك قلم رصاص. قمنا احنا عاملين ديبريشيشن في سعر العمله بتاعتنا، خلينا الدولار يسوى 16 جنيه. مين هنا اللي بقى اقوى؟ الدولار. الدولار بقى 16 جنيه. يبقى طالما في عمله بقت اقوى يبقى الثانيه بقت اضعف، يبقى كده الجنيه بخس. النهارده هيجي نفس الشخص الامريكي يحول الدولار بكام؟ 16 جنيه، فيشتري من عندك 16 قلم. ما انت كده عملتك بقت رخيصه، فبالتالي هو منك ده يشجعه ان هو يشتري منك اكتر. تمام؟ فده اسمه ديبريشيشن عن عمد. لو ده حصل اوتوماتيك بسبب العرض والطلب مفيش مشكله، لكن في دول بتتعمد ان هي تعمل كده، الدول اللي بتتعمد ان هي تعمل كده ليه؟ مين يلا؟ الصين، عشان تبيع اكتر وتخلي منتجاتها رخيصه. ده تلاعب في سعر العمله احنا عايزين نتجنبه، تمام؟ اللي بعده عندنا اسيست رقم 4 يلا، اسيست ان واسيست ان، اسيست ان يلا؟ استابلشمنت والليمينيشن، يعني استابلشمنت؟ انشاء، طب الليمينيشن؟ الغاء. فهنا رقم 4 هعمل حاجه والغي حاجه، هعمل حاجه يلا؟ زي ما هنا كنا من ايه؟ بنحافظ على الاستقرار ونتجنب، هنا بروموت وافويد، هنا بنقول يلا؟ استابلشمنت والليمينيشن، تمام؟ استابلشمنت اوف مالتي سيستم بيمنت، يعني ايه مالتي سيستم بيمنت؟ يعني نظام عالمي للدفع، نظام عالمي يلا؟ للدفع، يعني تقدر دول العالم تتعاون مع بعض وتدفع مع بعض من خلال صندوق النقد الدولي، وده بيكون من خلال ان احنا نتفق على اربع خمس عملات اساسيه، اهمهم طبعا الدولار والايه؟ واليورو، تمام؟ عايزين نتجنب بقى elimination of forex restriction، elimination يلا forex، اي قيود موجوده على صرف العمله او تبادل العملات نلغي القيود، لان الاي ام اف زيه زي الورلد بانك زيه زي الدبليو تي او كلهم بيسعوا لتحرير الايه؟ التجاره، تمام؟ احنا عايزين نلغي اي قيود، ماشي؟ نخش على اخر حاجه يلا، خمسه give confidence، give يلا confidence to members، يعني ايه ادي confidence للممبرز؟ مين هم الممبرز اصلا؟ الاعضاء في الاي ام اف، مش الاي ام اف ده منظمه؟ ففي 190 عضو دول موجوده اعضاء في هذه المنظمه اللي هو صندوق النقد الدولي. طيب لما يجي صندوق النقد الدولي يدي كارد لمصر خلاص، فالناس تبدا تثق في مصر، يبقى انا كده اديت الكونفدنس لمين؟ لمصر. طب انا هدي الكونفدنس لمصر من خلال ان انا اخلي الفاندز، يعني ايه فاندز هنا بقى؟ الاموال. الفاندز temporary available، يعني ايه temporary available؟ يعني بديك فلوس لفتره مؤقته. فلما انا امولك مؤقتا الناس تبدا تثق فيك. هديك مثال خلاص؟ كل ما تيجي تروح لواحد تقول له والنبي اديني ربع جنيه، يروح يا عم انت شحتنا ما بتجيبش الفلوس العادي، طب هات 10 جنيه واجيبها لك بكره، يا عم انت عمرك رجعت حاجه؟ فما عادش حد عايز يسلفك وما عادش حد واثق فيك. لكن لما اجي اقول لك اديني بس 1000 جنيه، ده انا نجيب ساويرس مسلفني مليون جنيه وواثق فيا. فده دليل لما نجيب ساويرس يسلفني مليون جنيه ان انا راجل قوي ومستثمر قوي وبرجع الفلوس، والا نجيب ساويرس ده مش اهبل عشان يسلفني مليون، ده راجل غني جدا، اغنى ابناء مصر ومن اغنى ابناء العالم. هنا نفس الفكره، لما الاي ام اف يسلف بلد يبقى ده دليل على ان البلد دي بترجع فلوس وان استثماراتها بتنجح، لان هو بيسلفك فلوس عشان تعمل مشاريع وهترجع الفلوس، فكون ان الاي ام اف يرضى يسلفك تمام، طبعا بترجع فلوس، احنا قلنا فتره مؤقته بعد سنه او اثنين او ثلاثه، ده دليل على ان اقتصادك قوي، ده دليل على ان اقتصادك يلا، فتبدا دول اخرى تثق فيك والدول الاخرى هي كمان تسلفك وتعمل معاك مشاريع. وصلت الفكره؟ تمام؟ نخش على بعض. مين فانكشنز، مين يلا؟ فانكشنز، تمام؟ الدكتور حرفيا وهو بيشرحها تمام؟ قال انا حزين وانا بشرحك عناوين بس، بس هتلاقيني في المذكره حاطط لك تحت كل واحده سطر احتياطي. حتى ما اقراهمش، قال بس العناوين كده، تمام؟ فهنا بيقول لك ايه يلا؟ المين فانكشن بتاعته هو ايه يلا؟ ها صندوق النقد الدولي بيعمل ايه؟ فاينانشال اسيستنس، يعني فاينانشال اسيستنس؟ بيقدم مساعده ماليه، يعني بيديك فلوس، تمام كده؟ اثنين تكنيكال اسيستنس، طب انت اديتني فلوس معايا فلوس بس مش عارف اعمل حاجه. يبدا يديك نصايح، يبدا يديك يلا؟ لا يا باشا ايه؟ شيل الدعم، عون الجنينه، مش عارف اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ فهو بيديك نصايح من وجهه نظر، تمام كده؟ يبقى بيديك فلوس وبيديك نصايح. تكنيكال اسيستنس يعني مساعده فنيه بيبدا يديك نصايح. ثلاثه او سي سيرفيلنس، يعني سيرفيلنس؟ بيراقب عليك اي حاجه، فلوس مش بلاش، ده انا دايما بيراقبوا عليك. عملت ولا ما عملتش؟ رفعت الدعم ولا ما رفعتش؟ عومت الجنيه ولا ما عومتش؟ ليه؟ لان تصرفات اي دوله بتاثر على الدول الايه؟ الاخرى، لان في الاخر هو عايز يعمل نظام عالمي، نظام يلا؟
عالمي. ده كده صندوقنا الدولي بيعمل 3 وظائف. هما يلا اتنين اسيستنتس اللي هما يلا فاينانشال وتكنيكال. فاينانشال يلا تكنيكال وبعد كده ايه يراقب عليك. ولذلك بقالنا سنه او سنه ونص في مبعوث من صندوق النقد الدولي قاعد عندنا في مصر جوه وزاره الماليه زي ايام الخديوي اسماعيل كده. ايام ما كانوا الديانه الانجليز والفرنساويين كان عندهم بعتين مندوب انجليزي ومندوب فرنساوي يتحكم في مصر وفي اقتصاديات مصر وفي سياسات مصر عشان احنا علينا فلوس لمين؟ انجلترا وفرنسا. شكلهم بس اتغير، الديانه شكلهم اتغير، بدل ما كانوا انجلترا وفرنسا بقى صندوق النقد الايه؟ ما هو مين اصلا اللي بيتحكم في صندوق النقد الدولي؟ ايه رايكم؟ مش هو في دول اعضاء؟ يبقى مين اللي بيتحكم فيه؟ زي اي منظمه الدول الاعضاء. ولكن الاي ام اف فيه خدعه كبيره قوي 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 وده اللي هيظهر معانا في ثالث عنوان. هو رانز الاي ام اف؟ البتاع ده شغال لمصلحه مين؟ صندوق النقد الدولي ده بيسلفك ويقعد يعمل لك ان هو بينصحك وبيساعدك ومش الاخر هو ظاهريا بيساعدك بس عمليا هو بيتحكم فيك. تمام كده؟ ده بعت لنا مبعوث من صندوق النقد الدولي قاعد عندنا في وزاره الماليه بصفه دايمه بيراقبنا بيعمل سيرفيلنس على اللي احنا بنعمله. تمام؟ طيب الاي ام اف هو رانز الاي ام اف بديهي الاي ام اف جفرمنت. يعني جفرمنت؟ بيحكمه ويديره. مين اللي بيديره؟ ممبر ستيتس ممبر كانتريز. طيب مسؤول الاي ام اف يبقى مسؤول امام مين؟ دول الاعضاء. يبقى بيدير الدول الاعضاء واكاونتبل امام الدول الاعضاء. ولكن الاي ام اف التصويت فيه غريب جدا. تمام؟ الفوتنج سيستم فيه غريب جدا اللي هو ماشي بايه بقى؟ هل ماشي بالايكواليتي؟ يعني يجي يقول لك في الامتحان الفوتنج سيستم ان ذا اي ام اف بيزد اون ايكواليتي. يعني مثلا في اليونايتد نيشن عندنا في الجمعيه الايه؟ العامه كل دوله عضو ليها كام صوت؟ صوت واحد. في مجلس الامن برضه كل دوله ليها صوت واحد بس في خمسه معاهم فيتو. بس ستيل كل دوله ليها كام؟ صوت واحد. حتى ان في خمسه معاهم فيتو اللي هو حق الاعتراض جوه مجلس الامن لو انتوا تفتكروا بس ستيل كل دوله ليها صوت. فده اسمه ايكواليتي اوف فوتس. اسمه يلا؟ يعني كل دوله ليها صوت. انت دوله وانا دوله يبقى كل واحده ليها صوت. ولكن صندوق النقد الدولي قايم على الفكره دي. السؤال ده جاي في الامتحان. ذا مور شيرز او كل ما الحصص بتاعتك زادت ذا مور ايه؟ فوتس. وبس ده الدكتور قاله. بس انا هشرحها لكم بالتفصيل عشان تبقوا فاهمين. هو قال لك كل ما اصواتك تكتر كل ما يلا اصواتك تكتر دي بسبب ايه؟ ان انت معاك فلوس اكتر او معاك اسهم اكتر او معاك حصص اكتر. يعني ايه مور شير او بنسميها كوتا؟ بنسميها يلا كوتا. الف بيه كده خلاص؟ اول ما بتيجي تبقى عضو في الاي ام اف لازم تدفع 250,000 دولار. انا كدوله عايز ابقى ممبر فين؟ الارقام دي مش هتجيلكم والدكتور ما لهاش بس انا مصمم ان انتوا تفهموا اللعبه ماشيه ازاي. تمام؟ هدفع كمان الاول يلا 250,000 دولار. انا كده استفدت ايه؟ وامضي على النصاب بتاع الاي ام اف ابقى انا كده بقيت دوله عضو فين؟ في الاي ام اف ومعايا ايه؟ صوت. حلو كده؟ انا بدفع 250,000 عشان يبقى معايا ايه؟ صوت 250,000 دولار ماشي؟ طيب عايز يبقى معايا الصوتين ادفع 100,000 كمان. كل 100,000 دولار هدفعهم زياده كل 100,000 هدفعهم زياده يدوني كمان ايه؟ صوت. طب انا دفعت 200,000 دولار كمان اخد صوتين زياده. طب دفعت 300,000 دولار اخد ثلاث اصوات زياده. فكل صوت بيسعر كام؟ الصوت الاولاني اللي هو العضويه ده 250,000 خلاص كل الدول هنا متساويه. لو افترضنا ان كل الدول دفع 250,000 بس يبقى كل دوله معاها ايه؟ صوت. طب انا بقى دفع 250,000 ادي صوت ودفع ودوله كمان دفع 100,000 يبقى كده معايا كام صوت؟ 2. طب كمان 100,000 صوت كمان 100,000 صوت كمان 100,000 صوت. اكتر دوله بقى مساهمه في الاي ام اف اللي معاه 17% من القوه التصويتيه هي مين؟ امريكا طبعا. تمام؟ 17% من الاصوات خلاص؟ لما نيجي عندنا حاجه اسمها الجي 7، مين الجي 7 دول؟ امريكا وانجلترا وفرنسا والمانيا واليابان دول اهم دول فيهم. الجي 7 كنا اتكلمنا عليهم قبل كده اللي هم اقوى اقتصاديات في الايه؟ في العالم. تمام؟ دول لوحدهم معاهم اكتر من نص الاصوات. يبقى لما اي قرار عايزين يطلع في الاي ام اف مين اللي هيطلع القرار اللي على مزاجه؟ الجي 7. مجموعة السبعة أقوى سبع اقتصادات في العالم هتقول شمال يبقى شمال يمين يبقى يمين لأن هم معاهم إيه؟ أكتر من نص الأصوات بسبب الحيلة دي اللي هي مور إيه؟ شيلز يبقى معاك مور إيه؟ خوتس. تمام؟ وبالتالي أنت بتقول لي إن أنا مسؤول أمام الدول. لا أنت مش مسؤول أمام الدول. أنت كده اللي بيتحكم فيك فعليا واللي أنت مسؤول أمامه فعليا هم مين؟ الجي 7 اللي هم جروب أوف 7 اللي هم أقوى سبع اقتصادات في الإيه؟ في العالم. تمام؟ على رأسهم طبعا أمريكا وإنجلترا وفرنسا ماشي؟ وألمانيا واليابان طبعا. طيب نخش على الكريتيسيزم نخش على النقد يلا. ايه النقد بتاع الاي ام اف من وجهه نظرك رغم الفلوس اللي الدول كلها حطاها في الاي ام اف وتصل الى مليارات المليارات
بس الفلوس دي ما تكفيش كل دول العالم. يعني مثلا تلاقي 10 دول النهارده مقدمين على كارت عايزين فلوس من مين؟ من صندوق الدولي. يقول استنى بقى لما يجي لك دور، استنى لما يجي لك الفلوس اللي موجوده ما تكفيش دلوقتي الا كام دوله؟ 3 4 5. فتقعد تستنى دورك عقبال ما يدوا لك ايه؟ فلوس. ويقعدوا يتحكموا فيك بقى ويحط عليك شروط تعسفيه، ويقعد يقول لك اعمل حاجات اعمل حاجات اعمل حاجات. هدفه الرئيسي ان يخلي اقتصادك راس مالي وان يكون في عندك حريه تجاره. اقتصادك يقع تقوم تيجي الشركات الدوليه والمؤسسات الدوليه تقعد تشتري، وبالتالي هتلاقي عندنا كل حاجه في مصر في اخر 7 سنين او في اخر 10 سنين بتتباع. اي حاجه بتتباع، اي حاجه لشركات ايه؟ اجنبيه. فنتيجته في النهايه ان هو هيبقى سيطر عليك، بدل ما كان زمان بيسيطر عليك بالاحتلال وبالقوه العسكريه، النهارده هيسيطر عليك بالايه؟ بالفلوس، بالقروض. ولما اقتصادك يقع ويوجهك في حته انت مش قدها اصلا، تمام؟ تيجي الشركات الاجنبيه تشتريك، وتشتريك برخص اضطراب، يبقى هو كده اتحكم في الاقتصاد بتاعك. يبقى لو قلنا العيوب بتاعه الاي ام اف، اولا lack of resources، لاك اوف يلا الفلوس بتاعته مش كتير. يعني هي فلوس كتير بالمليارات، بس ما بتكفيش كل الدول اللي عايزه قروض، يعني ما بتكفيش الدول النسبيه، تمام؟ 2 harsh conditions. يعني harsh conditions بيحط شروط تعسفيه جدا، تمام؟ وعنده كده روشتة، عارف اي دكتور تروح له خد اسبرين، تمام؟ طب انا عندي كانسر اسبرين، تمام؟ طب انا عندي سكر اسبرين، تمام؟ اي حاجه اسبرين، هو حافظ مش فاهم. زي في دكاتره كده بيدوا دايما كورتيزون، خلاص؟ الكورتيزون ده ماده بتقوي المناعه جدا لاي حد ضعيف المناعه. الدكتور الفاشل هو اللي روشتته كورتيزون، عنده حاجه مش فاهم ده ايه؟ الكورتيزون، تمام؟ تاخده تضخم تتنفخ وبيحل لك مشكلتك، بس هو مضاد حيوي وبيأذي الجسم، بيضعف المناعه وبيحل المشكله لكن مناعتك بدا ايه؟ بتضعف لانه مضاد حيوي وقوي جدا. دي مشكله بقى الاي ام اف، انه عنده حاجه اسمها وان سايز فيتس اول. يعني ايه وان سايز فيتس اول؟ عنده روشته ثابته، تمام؟ معتقد ان هي بتناسب الجميع. فيتس اول. اي دوله تيجي تاخد كارد شيل الدعم، عوم عملتك، اعمل هي نفس الروشته اللي بيديها لكل دوله، تمام؟ ولذلك تيجي تلاقي دول زي سنغافوره والبرازيل وتركيا قاموا على رجليهم اصلا من غير ما ياخدوا الكارد بتاع صندوق ايه؟ نقل الدوله، واثبتوا ان الروشته دي فشلت، وان اي دوله تقدر تقوم نفسها لو استخدمت مواردها صح، تمام؟ المهم نرجع لموضوعنا. يبقى من عيوب الاي ام اف ان هو يلا جاله دوله ضعيفه، دوله غنيه، دوله سكانها كتير، دوله سكانها قليلين، دوله معاها فلوس، دوله معاهاش فلوس، بيعمل لها نفس الايه؟ الروشته، تمام؟ وان سايز فيتس اول. 2 هو بايست. يعني ايه بايست؟ كل ده في النقطة الثانية، ها؟ يعني بايست؟ متحيز. متحيز لمين؟ لمزاج الجي 7 اللي هي الدول العظمى اللي معاهم أكتر فلوس، اللي معاهم أكتر أصوات، تمام؟ بايست، هو مش حيادي، بالعكس هو متحيز. بيجي في صف الدول الغنية وعايز يمشي العالم على مزاجه، لمصلحة الدول دي، تمام؟ يبقى هو كده كاونتبل ولا انكاونتبل؟ انكاونتبل، غير مسؤول، تمام؟ ولا يسأل إلا أمام مين؟ شي 7، بيرفكت. هم اللي بيتحكموا فيه، تمام؟ خلاص شباب فهمنا النقط؟ نخش على بعض. الورلد بانك، الورلد بانك أصلاً اسمه إيه؟ كده دول أول صفحتين، ماشي؟ أو أول صفحة ونص يعني. الورلد بانك اسمه إيه أصلاً؟ لو جيت تبص معايا في صفحة تالتة هتلاقي اسمه يلا وورلد بانك أوف يلا ريكونستراكشن أند ديفلوبمنت. ريكونستراكشن دي يلا ده اسمه الثلاثي، وبناء المدن وبناء المصانع اللي اتهدت بعد الحرب الايه؟ العالميه، دي كانت وظيفته الاساسيه. ولما خلص وظيفته خلاص احنا الحرب العالميه خلصت سنه 1945، قعد 20 30 سنه يعمل الدور ده. بدا بقى يسلف ويبقى دوره شبه شويه الاي ام اف ويسلف الدول برضه ويحاول يتحكم فيها، تمام؟ فالورلد بانك بمنتهى البساطه البيربز بتاعه او الاهداف بتاعته، واحد يلا اسست من اسمه، بيبقى اسست بايه؟ في اسمه اللي هو بيعمل يلا ريكونستراكشن وايه يلا ديفلوبمنت. هو بيساعد الدول على اعاده الاعمار واعاده البناء وايه كمان يلا والتنميه والتطوير. 2 بروموت برايفت فورين انفستمنت. بروموت يلا برايفت فورين انفستمنت. عايز تبني بلدك خد فلوس وابني البلد، خد فلوس وابني مصانع. مش قادر تعمل كل ده لوحدك؟ طيب هشجع المستثمرين الاجانب يجوا عندك. وممكن يديك كارد او يشجع المستثمرين الاجانب ان هم يجوا ايه؟ عندك. هو بيشجع الاستثمار الاجنبي، بيشجع يلا الاستثمار الاجنبي خاص طبعا، يجيب لك مستثمرين رجال اعمال قطاع خاص يجوا يستثمروا عندك، ماشي؟ 3 بروموت، والسهم ده بيعبر عن اللونج ران، ماشي؟ عن المدى البعيد بالانسد جراس، بالانس دي يلا جراس اوف انترناشونال تريد. طب اثبت، ما انا هعمل لك يلا الاول يلا اعاده اعمار وتنميه، تعمل مشاريع. طيب في حاجات انت مش عارف تعملها، هجيب لك رجال اعمال مستثمرين،
خلاص بقى عندك اقتصاد، بقى عندك مصانع، الدنيا تمام، وفرت عندك السوق المحلي، بعد كده يبقى عندك ايه؟ سيربلس. فعلى المدى البعيد هيحصل توازن في التجاره الايه؟ الدوليه. كل الدول اللي البنك الدولي بيساعدها تبدا تتاجر مع ايه؟ مع بعض. تمام؟ جميل جدا. نخش على اخر حاجه يلا. الجاد وايه الجاد ده؟ جنرال اجريمنت اوف تاريفز اند تريد. بالظبط زي ما انت بتقول يا سيدي اهو، اتفاقيه. خلاص؟ دكتور قالها كذا مره وقالها في كذا محاضره مختلفه. يأكد ان الجاد اتفاقيه مش منظمه، الجاد اتفاقيه مش منظمه، خلاص؟ انا بالي صح او غلط او تشوز الجاد اتفاقيه ولا منظمه، انا الجاد اتفاقيه، جاد يلا؟ فضلت الدول العالم تتفاوض وتحاول تتفق من بعد الحرب العالميه الثانيه لغايه سنه 95. لو تفتكروا في اول شابتر كنا قلنا ان هي تعتبر من اطول المفاوضات في الايه؟ في التاريخ، تمام؟ ولان دول العالم مختلفه وارائها مختلفه فما نجحوش ان هم يوصلوا لحل. لغايه ما مين اللي حل محلها؟ الورلد تريد اورجنايزيشن، دي بقى المنظمه. كل شويه الورلد تريد اورجنايزيشن بقى تجيب الدول ويقعدوا يتفقوا ويمضوا، يقعدوا يتفقوا ويمضوا، فالورلد تريد اورجنايزيشن هي منظمه بس الدول الاعضاء فيها اتفقوا على اتفاقيات ايه؟ كتير، يعني كتبوا اتفاقيات كتير، لكن هي اصلا ايه؟ منظمه، الدول الاعضاء بقى بيقعدوا مع بعض ويتفقوا، وطبعا الهدف الرئيسي هو تحرير التجاره في العالم، ماشي؟ نخش على المبادئ، نخش على يلا المبادئ، تمام؟ عناوين بس حتى مفيش تحتهم شرح، اوكي؟ يلا موست فيفرد نيشنز اختصارها ام اف ال، يعني ايه موست فيفرد نيشنز؟ يعني الدول او الاوطان الاكثر تفضيلا. يعني انا ممكن افضل، انا بتعامل مع 20 دوله اقوم مفضل السعوديه عن اي دوله، بتعامل معاها بطريقه مختلفه. يعني ممكن انا بتعامل مع 30 40 دوله دول اوروبا بتفضل بعض وبتحب ان هي تتعاون معايا يلا مع بعض، ده من اسمه مبدا الموست فيفرد نيشنز. ام دخلت الورلد تريد اورجانيزيشن قالت لك ماشي ممكن تعمل ده لفتره ايه؟ مؤقته، بس لو اديت حق او امتياز لدوله لازم تديه لبقيه الدول كلهم. يعني انا مثلا فرنسا ومصر والمانيا وانجلترا كل دول دول اعضاء في الورلد تريد يلا اورجانيزيشن. مصر ادت ميزه لفرنسا في التعامل، قالت لها الجمارك، عملت لها اي حاجه خلت فرنسا بس هي المميزه، خلتها هي الموست فيفرد ايه؟ نيشن. مجبره مصر بعد اقرب فتره بعد فتره قريبه جدا ان هي تدي نفس المميزات لكل الدول الاعضاء فين؟ في الورلد تريد اورجانيزيشن، تمام كده؟ طيب بعد حاجه اسمها الناشونال تريتمنت، ناشونال يلا تريتمنت، المعامله الوطنيه. يعني ايه المعامله الوطنيه؟ دكتور ما مش الدكتور قالهم بالعربي كده وسريع وعناوين، بس انا مصمم ان انت تبقى فاهم العنوان وانت بتحفظه، تمام؟ الناشونال تريتمنت يعني المعامله الوطنيه، يعني ايه المعامله الوطنيه؟ يعني بمنتهى البساطه السلعه بعد ما تخش بلدك، السلعه الاجنبيه بعد ما تخش ايه؟ عندك البلد، تعاملها زيها زي السلعه الوطنيه. مثال جاي لي حاجه من الصين، من حقي ما ادخلوش، من حقي احط كوتا، من حقي احط شروط مواصفات، الحاجه النظيفه تعدي والوحشه ما تعديش، من حقي ازود الجمارك، اقلل الجمارك، انا حر. لكن خلاص انت فرضت جمارك وعملت كل اللي انت عايزه، والبضاعه الصيني دخلت عندك بقت جوه السوق دلوقتي. خلاص؟ يبقى ما تجيش تقول ايه؟ ممنوع البضاعه الصيني تتباع في القاهره، تتباع في اسوان بس. ممنوع البضاعه الصيني تتباع في الاسكندريه، تتباع في المنصوره بس، انت كده بتميز، بتعمل ديسكريميشن. خلاص هي البضاعه دخلت عندك وفرضت عليها كل الشروط وفرضت عليها كل الجمارك، طالما بقت عندك جوه الايه؟ البلد تتعامل زيها زي السلعه الوطنيه، تتباع في اي حته ومفيش اي مشكله ويبقى في مساواه، تمام؟ ثلاثه ريسيبراسيتي، ريسيبراسيتي يعني يلا المعامله بالمثل. فكره الورلد تريد اورجانيزيشن ده اهم مبدا في القانون الدولي، قلت لكم ده امبارح، المعامله بالمثل. ترخم عليا ارخم عليك، هتزود عليا الجمارك يبقى انا كمان من حقي ازود عليك الايه؟ الجمارك، هتحط عليها قيود يبقى انا كمان من حقي احط عليك قيود وهكذا، تمام؟ واخيرا ترانسبيرنسي، يعني ايه ترانسبيرنسي؟ يعني الدول الورلد تريد اورجانيزيشن بتدي تقارير للورلد تريد اورجانيزيشن، مين هم الممبر يلا؟ ستيتس الدول الاعضاء بتدي تقارير للورلد تريد اورجانيزيشن. ما تجيش تقول لي لا يا باشا انا ما بفرضش جمارك وانت اصلا بتفرض جمارك، لا انا قللت الجمارك وانت اصلا مزود الجمارك، تقعد تديني تقارير مضروبه. اديني التقارير الحقيقيه اللي انت بتعملها على ايه؟ على ارض الواقع، بيبقى في نوع من انواع الايه؟ الشفافيه، تمام؟ لو جيت هتلاقي في الاخر هتلاقيني كاتب لك ملحوظه كده ولو ان الدكتور قالها بالعربي مش موجوده في الكتاب بس انا صممت اترجمها واكتبها لك. وحاسس بنسبه 90% ان هي موضوع سؤال، تمام؟ لان انا فاهم دماغه قوي يعني، تمام؟ يلا شباب بيقول لك ايه؟ لو في دوله، دوله يلا نوت ذات نلاحظ. لو في دوله عضو فين؟ في الورلد تريد اورجانيزيشن ادت ميزه لمين؟ لدوله اخرى برضه عضو معاها في الورلد تريد اورجانيزيشن يبقى لازم تديها لبقيه دول، لازم الكل يستفيد، ما تجيش تقول لي انا بميز دوله واحده بس، ده ممكن يحصل مؤقتا، بس اديت ميزه لفرنسا يبقى لازم كل الدول الاعضاء ايه؟ تاخد نفس الميزه، قللت الجمارك لفرنسا يبقى تقلل الجمارك لكل الدول، وهكذا، تمام؟ خلاص شباب؟
كده خلصنا. البورده مهمه جدا، يا ريت تصوروها لانها كاتبه كل الكلام اللي في الورق او تكنيك عندك في البيت. خلاص هنعمل ايه بقى؟ ثواني بس، ثواني بس، ثواني. احنا كده خلصنا تمام، كده خلصنا منهج الاي بي اي. ماشي، يعني نقدر نقول كده ايه؟ زين. It got me losing my mind. I can't wait to see your face. It got me losing.